عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. تواصلنا مستمر، انطلاقاتنا مستمرة لأشواط متتالية خاصة بسن اللقاية يوم القد. انطلاقة الإذاع بمشيئة الله الساعة 6:30 صباحا سوف تكون أول انطلاقات الإذاع يوم القد. ينطلق الشوط 14 الخاص بالأبكار المهجنات. مقدمة الشوط الريم مسلم بن علي بن دري المنصوري، بينما ثانيا قاية مبارك بن مظفر بن محمد العامري، والمركز الثالث فهي ايضا فزعة سالم بن عبيد بن طماش المنصوري، رابعا النايفة سعيد بن ضاحي بن حمد المزروعي، وخامسا مع بن ياعد وهي ايضا صروح خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري، سادسا شعار بالاسود مع ايضا مدلل الدودة بن سالم بالاسود العامري، بينما المركز السابع فتتقدم مشاهدينا الاعزاء في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع في المركز السابع هي ايضا الشايب عبيد بن عبد الله بن شاهين المرر، والشهتاتي العبيد بن عيسى بن محمد الخيلي يقدم ايضا هذا الاسم، تتواجد في المركز الثامن. المركز التاسع من الجانب الاخر بشعارها باللون الاخضر المتجاوزة من الجانب الاخر ورقمها 23 الشايبة سويدان بن محمد بن سالم العامري، بينما المركز العاشر فهي ايضا مزون مبارك بن احمد بن محمد بن هدفة العامري، خذت المركز العاشر بالرقم 10 ليكتمل لدائنا الاول للعشر المراكز المتقدمة في انطلاقة اللقاية. ولكن خلف العشر يا هي اسماء يا هي شعارات منطلقة يا هي ابكار مهجنات متواجدة في ارضية هذا الميدان متنافسة من اجل تحقيق المركز الاول خلال هذا الانطلاق المثير والابداع الكبير لوجود هذه الاسماء المنطلقة. الله، هنا المقدمة، هنا الصدارة، هنا المركز الاول في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع القوي، لياتي الكل ايضا خلال هذا الانطلاق المميز والابداع القوي الذي ينطلق فيه الكل متنافسا في انطلاقة هذا الشوط في ابداعات هذه الاسماء المتقدمة. الصدارة والمركز الاول الريم، تتقدم الريم، تتواجد الريم على المقدمة، تقود مسار هذا الشوط لتنطلق بالصدارة خلال هذا الابداع المميز الانطلاق المثير بوجود هذه النوعيات المتنافسة. الله، الريم تتقدم وتقود المسار. المسلم بن علي بن دري المنصوري ياتي ايضا على المقدمه وعلى المركز الاول خلال هذا الانطلاق وخلال ايضا هذا الابداع القوي. هنا المركز الاول الريم تقود المسار، مسلم بن علي بن دري المنصوري من الجانب الاخر مدللت بالاسود تتقدم وهي ايضا الدوده بن سالم بالاسود العامري ياتي من الجانب الاخر، بينما تدخلت ايضا هذه النايفه سعيد بن ضاحي بن حمد المزروعي، وصلت صروح
خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري، هذه صروح خطيرة يا اخواني، صروح تتقدم وتنطلق ايضا بانطلاق مثير وابداع كبير لانطلاقها في ارضية هذا الميدان. هذه صروح تتواجد خلال هذا الانطلاق المميز، خلال هذا الابداع الكبير بالمراكز المتقدمة لتتقدم من مركز الى مركز خلال هذا الانطلاق المميز. الله، يا سلام يا سلام، شوف المقدمة، شوف الصدارة، شوف الانطلاق والابداع الذي يظهر بارضية هذا الميدان من خلال انطلاقة هذه الاسماء. هذه صروح غيرت، امدللت بالاسود، ومن الجانب الاخر فاجاتنا بدخولها. في ندائنا الاول كانت في المركز العاشر لبن هدفة، وهي مزون مبارك بن احمد بن هدفة، وعادت مدللة، ولكن ارصد لي الخامس، ارصد لي الخامس، الرابع، الثالث، الثاني، هذه هي قريبة. عبيد بن حمد بن مطوع الكتبي يتقدم بن مطوع، ولكن شوف الصدارة، مدللة مدللة، الدودة بن سالم بالاسود العامري ياتي بانطلاقة هذا الاسم بالامتار الاخيرة، وبن سرود قادم، بن سرود قادم من المراكز الخلفية، ولكن هذه مدللة، هذه مدللة تقود الشوط بدون اي خوف، بدون اي ايضا هناك مشاهدين الاعزاء تنافس قوي، ولكن مدللة مدللة، الدودة بن سالم بالاسود العامري بعد المنافسة القوية. المركز الثاني، هذه هي ايضا سيرة محمد بن ناصر الخيالي، ثالثا غريب عبيد بن حمد بن مطوع الكتبي، رابعا المركز الرابع كانت ايضا مشاهدينا الاعزاء علاج عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، والمركز الخامس فهي مزون مبارك بن احمد بن هدفه العامري. 6:13 كانت مدلله، دوده بن سالم بالاسود العامري. تهانينا والناموس.